حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث. إذا مات انقطع، هذا جملة شرطية يتوقف فيها الجواب على الشرط، فإذا مات الإنسان انقطع عمله وانتقل إلى دار الجزاء، لأن دار العمل هي الدنيا فقط، وبعد الموت لا عمل، ليس فيه إلا الجزاء إلا من ثلاث، فإنه لا ينقطع عمله. قال: صدقة جارية. الصدقة الجارية كل نفقة تكون بعد الموت في سبيل الله، أي فيما يقرب إلى الله، كل نفقة فيما يقرب إلى الله فهي من الصدقة الجارية. ولا يختص ذلك بالفقراء والمساكين، بل لو وقف شيئا على المار بهذا الطريق، وقف شيئا للشرب يشرب منه الأغنياء والفقراء، بنى مسجدا يصلي فيه الأغنياء والفقراء، فكل هذا داخل في الصدقة الجارية. ومعنى جارية أي مستمرة، مستمرة، بخلاف الصدقة المقطوعة. الصدقة المقطوعة أن يتصدق الإنسان بدراهم على شخص وينتهي، الصدقة الجارية أن يستمر هذا الإنفاق، مثل أن نوقف بيتا على طلبة العلم. انتبه يا بخاري، يوقف بيتا على طلبة العلم، هذا البيت سوف يبقى الانتفاع به ما دام البيت باقيا، فإذن الصدقة فيه جارية مستمرة. طيب، كذلك لو أوقف سيارة للحجاج والعمار، فالانتفاع بهذه السيارة باق مستمر، فيكون من الصدقة الجارية. أوقف عينا ماء لمن يشرب من المسلمين أو غير المسلمين، هذه أيضا صدقة جارية. الخلاصة الآن أن الصدقة الجارية كل ما ينفق تقربا إلى الله، سواء كان على فقراء أو على جهات أخرى. والصدقة الجارية قد تكون خاصة وقد تكون عامة. فالخاصة مثل أن يقول: هذا البيت وقف على الفقراء من ذريتي، هذا خاص بالفقراء من الذرية. والعام مثل أن يقول: هذا البيت وقف على الفقراء من المسلمين، فيشمل كل من افتقر من المسلمين. ومن العام أن يبني بيتا يصلي فيه المسلمون، قصد أن يبني مسجدا يصلي فيه المسلمون، فإن هذا المسجد سوف يؤم من المسلمين الأمم الكثيرة التي قد لا تكون على فكر الذي أوقفه. طيب، أو علم ينتفع به، يعني إذا مات الإنسان وانتفع الناس بعلمه بعد موته فإنه يجري له أجره، سواء كان ذلك مما ينتفع به في الدنيا أو مما ينتفع به في الآخرة، لأن الذي ينتفع به في الدنيا فيه أجر، لكن الذي ينتفع به في الآخرة أكثر أجرا. فإذا خلف الإنسان علوما شرعية وانتفع الناس بها بعد موته فهذا عمل لا ينقطع، وإذا خلف علوما دنيوية ينتفع الناس بها كعلم الخياطة مثلا وعلم البناء وما أشبه ذلك، فإنه أيضا له أجر. كما لو زرع الإنسان زرعا أو غرس غرسا وانتفع الناس به، أكلوا من ثمره، فإنه يؤجر عليه. كذلك أيضا إذا انتفعوا بعلمه الدنيوي
الذي ينفع الناس فإنه يؤجر عليه، لكنه ليس كالأجر على العلم الشرعي الذي ينتفع الناس به في دينه. طيب، أما إذا كان علما آخر يضر الناس فإنه لا أجر له فيه، كما لو علم الناس علوما من الألعاب المحرمة أو المعازف المحرمة، فإن ذلك يكون وزرا عليه ما دام الناس يعني يأخذون به. طيب، قال أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. قوله ولد صالح هل هو شرط أو هو لبيان الواقع؟ قال بعض العلماء إنه شرط، لأن غير الصالح لا تستجاب له دعوة فلا ينتفع به والده. وقيل إنه لبيان الواقع، لأن الغالب أنه لا يدعو للأب إلا الصالح سواء استجيب أو ما استجيب، وغير الصالح ربما يستجاب له. وهذا هو الأقرب، أن هذا القيد لبيان الواقع، لأن غير الصالح ينسى والده، لكن الصالح هو الذي يذكر والده فيدعو له. وقول أو ولد يشمل الذكر والأنثى، لأن الولد في اللغة العربية يشمل الجنسين جميعا، كما قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال في أولادكم ثم فصل قال للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن فالولد اسم يشمل الذكور والإناث. وقوله يدعو له أي يسأل الله له، يسأل الله له المغفرة الرحمة الجنة وما أشبه ذلك، فإن هذا من العمل، لأنه إذا دعا له بالمغفرة واستجاب الله دعاءه انتفع الوالد بأي شيء؟ بغفران الذنوب، وهذا من العمل. والشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم صدقة جارية، لأن الوقف صدقة جارية، فيكون الواقف منتفعا بوقفه بعد موته. في هذا الحديث فوائد: أولا الحث على العمل الصالح والمبادرة به، بقوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله، والإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، فإذا كان لا يدري متى يفجأه الموت وقد علم أنه إذا مات انقطع عمله أوجب له ذلك إيش؟ كثرة الخير، كثرة العمل الصالح والمبادرة به وعدم الكسل والتهاون. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة الصدقة الجارية، الصدقة الجارية لقوله إلا من ثلاث صدقة جارية. ومن فوائده أيضا فضيلة العلم، وأن الإنسان إذا خلف علما وانتفع الناس به بعد موته فهو عمل له يكسب به أجرا. والغالب أن انتفاع الناس بالعلم أكثر من انتفاعهم بالمال، والدليل على ذلك أنك ترى أهل العلم الذين انتفع الناس بعلمهم سواء انتفعوا بروايتهم أو بتفقههم، تجد انتفاع الناس بهم منذ سنوات عديدة. والصدقات الجارية تندثر وتزول. انظر مثلا إلى صدقة عمر رضي الله عنه التي تصدق بها في خيبر، أين هي؟ نعم، راحت تلفت. انظر إلى علم أبي هريرة تجده
باقيا. وكذلك علم عمر فيما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيما قاله تفقها. إنما العلم أعظم نفعا وأكثر وأعم من الصدقة الجارية. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية إثبات مشروعية الوقف، وأن الوقف ليس من الأمور البدعية بل هو من الأمور المشروعة، لأنه داخل في قوله صدقة جارية. ومن فوائد الحديث الحث على نشر العلم، حث على نشر العلم، وأنه ينبغي لطالب العلم أن ينتهز الفرص وأن لا يدع فرصة تذهب إلا وهو ناشر لعلمه، لأنه كلما انتشر العلم كثر الانتفاع بالعلم، وكلما كثر الانتفاع كثر إيش الأجر والثواب. فينبغي لك أن تنشر العلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط أن يكون العلم كثيرا واسعا، لأن كلمة علم نكرة، نكرة، والنكرة تدل على الإطلاق، فهو علم بلا قيد. أي علم ينتفع به فإنه ينفعك بعد موتك، حتى لو علمت الناس بسنة من السنة الرواتب أو بسنة مما يفعل أو يقال في الصلاة وانتفع الناس بها بعد موتك كان لك أجرها جاريا. لأن كما قلت وجه الدلالة من هذا الحديث أنه مطلق علم، علمي ينتفع به، ما قال علم كثير. فكل علم ينتفع به ولو قل فإنه يكتب للإنسان بعد موته. طيب، هل نقول لو أن الإنسان وقف شيئا على طباعة كتب العلم هل يدخل في الصدقة الجارية أو في العلم الذي ينتفع به أو في الاثنين؟ في الاثنين، لأنه صدقة جارية وعلم ينتفع به، لأن الإعانة على العلم لها أجر العلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يعتني بتربية أولاده على الصلاح، لقوله أو ولد صالح. ومعلوم أن التربية لها أثر كبير في إصلاح الأولاد، وأنت إذا اتقيت الله تعالى فيهم بالتوجيه والأدب اتقوا الله فيك، وإذا أهملت حق الله فيهم فيوشك أن يهملوا حق الله فيك جزاء وفاقا. طيب، إذن نأخذ من كلمة ولد صالح أنه ينبغي للإنسان، بل إن لم نقل يجب، أن يعتني بتربية أولاده على الصلاح. ومن فوائدها من فوائد هذا الحديث أن الدعاء للميت أفضل من إهداء القرب إليه، يعني أن تدعو له أفضل من أن تصلي له ركعتين أو أن تتصدق عنه بدرهمين أو أن تضحي عنه أو أن تحج عنه أو أن تعتمر عنه. فالدعاء أفضل. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يتحدث عن العمل، قال أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل أو ولد صالح يصلي له أو يتصدق عنه أو يصوم عنه أو ما أشبه ذلك. ولهذا لم يكن من عهد السلف أن يكثروا التصدق أو العمل للأموات، وإنما حدث هذا في الأزمنة المتأخرة. فلو سألنا سائل ما تقولون أيما أفضل، أن أصوم يوما لأبي الميت أو أن أدعو له؟
قلنا الأفضل أن تدعو له، صم لنفسك وادعو الله له، ولا سيما عند الفطر. لو سألنا هل الأفضل أن أعتمر لأبي أو أن أدعو له، قلنا أن تدعو له. اعتمر لنفسك وادعو الله له في الطواف في السعي، وهذا هو الأحسن. وأنت أيضا سوف تحتاج للعمل، سيمر بك الذي مر على أبيك، فلا توزع عملك على فلان وفلان، اجعل العمل لك وهؤلاء ادعو الله لهم. ومن فوائد هذا الحديث أن الأولاد غير الصالحين لا يؤمل فيهم الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك بالولد الصالح، فالولد غير الصالح لا يؤمل فيه الخير، وهذا هو الغالب. الغالب أن الولد غير الصالح يكون نكدا على أبيه وعلى أهله. ولكن مع ذلك ينبغي للإنسان إذا وهب الله له ولدا غير صالح أن يحرص على إصلاحه، وأن يلح على الله تعالى بالدعاء في أن يصلحه، وأن لا ييأس، لا ييأس من روح الله، فكثيرا ما يصلح الولد بعد أن كان فاسدا، بعد أن كان فاسدا لا يقول والله أنا عجزت وهذا ما هو مصلح الله، لا هذا لا يجوز، لأنك لا تدري